عايزة أعرف بقى البراند بتاعك براند عالمي مش بس عربي، لا هو كمان وصل للعالمية وبقالك سنين بصراحة وصل للعالمية ومحقق الإنجاز ده. عايزة أبتدي بقى من الأول خالص، إيه اللي شجعك في 2016 إن أنت تقولي أنا عايزة أكون فاشن ديزاينر وأعمل براند بتاعي ويمثل برضو المرأة السعودية؟ أولا فكرة أنه يكون في عندي براند، هذا الشيء كان بيراودني من الطفولة. كنت دائما أنجذب لأي حاجة في الفاشن، في الأزياء تكون مختلفة تكون متميزة. كنت أنبهر كيف أشوف القطع الفساتين اللي كانوا بيلبسوها السليبرتيز أو اللي إحنا كنا بنرتديها كيف بتتعمل. فهي حاجة كانت موجودة عندي، بس ما كنت عارفة أنه أنا لسه أبغى أكون فاشن ديزاينر. أيوة. لسه التوجه ما كان واضح، بس كان في عندي الشغف والحب لدرجة أنه كنت أجمع كل الماجازينز، كنت لما أسافر أروح أحضر متاحف أشوف كيف العادات والتقاليد حقت كل بلد. في السعودية كنت برضو أروح للقرى، كنت أتفرج، كنت أصادق أهل البلد نفسها عشان أعرف عاداتهم وتقاليدهم. فكان دايما الرؤية كانت في عندي واضحة، لكن ما كنت عارفة بالضبط إيش أبغى أكون. يا ترى درستي الفاشن ديزاين ولا من الخبرة وزي ما أنت قلتي رحتي مناطق كتير وشفتي حاجات مختلفة من التراث السعودي وده اللي خليكي تقرري أن أنت تبقي فاشن ديزاينر؟ أنا درست إسلاميك أرت في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وبعد كده طورت دراستي لما قررت أن أنا أعمل البراند، لأنه كانت في الأول عندي هواية، كنت بشتغل من البيت، كنت بعمل رسومات كلها على يدي، كنت بعمل قفطانات، بس يعني كنت شايفة نفسي في حتة تانية. طيب أيوة. كنت شايفة نفسي where I am today. فلما بدأت أخذ الطريق جديا قررت أنه أنا أطور دراستي في بارسن فاشن سكول في باريس، ورجعت زي ما تقولي بفكر وتوجه أكبر أنه كيف أبدأ البراند حقي. عشان الواحد لما يبدأ الدراسة مهمة، الدراسة أكيد مهمة، لكن الموهبة مع الدراسة بتخليك توصلي أيوة. لحاجة صح. يعني أفضل.